السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة السابقة تحدثنا حول البيس بروفايدر، وقلنا وعرفنا ما هو البيس بروفايدر، وتحدثنا كذلك على قدرات كل بيس بروفايدر. نفتح هنا بورشيل بيس بروفايدر، تحدثنا على حول هذه البيس بروفايدرات اللي عندنا في السيستم، وكذلك قدرات كل واحدة منها. تحدثنا كذلك على الـ Base Provider Registry، وقلنا أن Base Provider Registry له قدرة Transaction. اليوم في هذه الحلقة سنتحدث حول هذه القدرة Transaction. Transaction بصفة معناها عامة هو أن نقوم بمهمة أو مهام معينة، ثم إذا أردنا، إذا وقع خطأ أو أردنا معناها بمفردنا لسبب معين أن نرجع إلى الوراء، نرجع إلى الوراء. ناخذ مثال بسيط باش نوضح الصورة أكثر. نحط مثلا ملف، ننشئ هنا ملف تيست نقطة txt، ثم نفتح هذا الملف من خلال نوتباد مثلا أو أي محرر نصوص. هنا فتحنا الملف بتاعنا، نجم نغيروا فيه الملف. هنا نحط هنا مثلا، نضيف هنا مثلا، نحذف مثلا بعض الأحرف، نحط حرف آخر مثلا هكذا. نجم نضيف كذلك أشياء أخرى مثلا هكذا، نضيف كمان نريد نحذف. في الأخير نحن أمام خيارات، عنا هنا خيارات. نقدر أن نحفظ هذا الملف من خلال ريجستري، ولا معنى نحفظه هكذا بهذه التغييرات، أو نقدر أن إذا ضغطنا في هذا الزر نقدر أن لا نحفظ هذا الملف، نتركه كما هو، أي نعود إلى ما كان عليه حاله من الأول. هذا معناه تقريبا ما هو الترانزاكشن بصفة عامة. طبعا الترانزاكشن هو معناه متطور أكثر من هذا، ولكن بصفة عامة هذا ما هو الترانزاكشن حتى نوضح الصورة. الترانزاكشن هذا ترانزاكشن. ترانزاكشن معناها في باور شيل ينجم يكون شيئين، اما من خلال بيس بروفايدر كما هنا ريجستري، ينجم يكون بيس بروفايدر له القدره ترانزاكشن، او من خلال كائن دوت نت او كلاس قسم دوت نت يكون الترانزاكشن فيه مفعل. هذا باش نتعرض لهم الاثنين هنا في هذه الحلقه. نحكيو على اولا ريجستري ترانزاكشن، نشوفوا كيف يعمل. قبل أن نتحدث عن Register Transaction لابد أن نتحدث عن الأوامر الكور، الأوامر الأساسية في Transaction. باش نتعامل مع Transaction في Registry لابد أن نتعامل مع بعض الأوامر الكوموندلات من نوع كوموندلات والتي تحمل Parameter Transaction. باش نشوفوا كل هذه الأوامر. حطوا Get كوماند، حط كوماند تيب مثلا كوماندلت، ثم بارامتر نيم يوز ترانزاكشن. جينا هنا كل الاوامر اللي نجم نتعامل معها في معناها في القدره ترانزاكشن في اي بيس بروفايدر. هذا هم الاوامر، كل هذه الاوامر تحمل parameter use transaction. إذا استعملنا مثلا عن هنا هو ملف get content test txt، أن نجم نقرأ test txt، ولكن إذا استعملنا هنا use transaction جينا رسالة خطأ. لماذا جينا رسالة خطأ؟ لأننا هنا لم نفعل transaction بعد في هذه السيسيون تاع PowerShell. نشوف الأوامر متاع transaction كلها، نجم نحط get command now transaction. هذه كل الأوامر اللي متاع التي تتعامل مع transaction. start transaction هي عندما نفعل transaction في هذه السيسيون. get transaction عندما عندما نريد إظهار transaction، كل transaction التي عندنا في هذه السيسيون. complete transaction عندما نقوم بمهمة معينة ثم نريد إكمال هذه المهمة، يعني تصبح هذه المهمة تنتقل من
من المهمة ترانزاكشن إلى المهمة في الواقع، هذا تنشوف معناها كيف ذلك. وإندو ترانزاكشن عندما نريد معناها فسخ كل المهام التي قمنا بها والعودة إلى الوراء. يوز ترانزاكشن هذه نستعملها عندما نستعمل كوائن تكون فيها معناها كوائن دوت نت أو أقسام كلاس دوت نت تكون فيها معناها ترانزاكشن مفعلة. هذه كل شيء نتعرض له إن شاء الله اليوم في هذه الحلقة. قلنا هنا اللي ترانزاكشن مفعلة فقط في البريس بروفايدر ريجستري. باش نستعمل ترانزاكشن نستعمل ستارت ترانزاكشن هكذا ستارت ترانزاكشن ثم نضغط انتري. جينا هنا هذه الرسالة تقول لنا انه باش نستعمل ترانزاكشن لابد ان نتعامل مع البارامتر يوز ترانزاكشن هكذا تاع الاوامر التي تعرضنا اليها من قبل، اوامر الكور الاوامر الاساسية. هنا نجم ندخل الان هاشكي كورنت يوزر، ندخل هاشكي كورنت يوزر نشوفوا الان نجم نستعمل مثلا كما تحدثنا معنا في الحلقة السابقة نجم ننشئ هنا مفتاح MD4 مثلا حلو ريجستري نشوفوا هذه معناها واقعيا MD4 هذه MD4 معناها مفتاح فوق نجم ننشئ داخل هذا المفتاح نو ايتم بروبرتي نحطو نيم مثلا نحطو باث فوق نيم مثلا نعطيو اسم مثلا هلو نحطو بروبرتي تيب مثلا نحطو string اي نوع البروبرتي هي string ثم نحطو value مثلا هلو وورد نضغط انتري. جينا هكذا نشوفوا الان ننتقلوا ريجستري جينا هنا هيلو معناها هذا التيب هذا النوع هو معناها السلسلة الحرفية وهيلو وورد القيمة بتاعها هذه معناها تعاملنا من غير ترانزاكشن هنا معناها الامر تم مباشرة نحن نفذنا الامر وتم مباشرة. خلينا نشوفوا الان ترانزاكشن كيف معناها نتعامل معها نفس الأوامر نحطو MD4 مثلا أما نستعمل use transaction أو الألياس الاختصار use tx هكذا نحطو entry تظهر قليلا جينا هنا فوق هنشوف الريجستر الآن F5 لا توجد هنا فوق لما نشوف معناها أنشأتها معناها في الذاكرة هذه لم تنشأها مباشرة راح نشوف ننشئ new item هكذا فوق نضيف هنا use transaction ولا use takes نفس الشيء نضغط هنا نشوفوا أنه هنا كنا نضغط F5 ما جيناش هنا الأوامر التي قمنا بها نحطو get item الآن فوق وهكذا نحطو use ثم لا نضع شيء لأن ما لا يأتينا شيء ولكن نحطو use transaction هنا جينا فوق كما نلاحظ الآن نحطو ترى هنا نجربو get item property ونحطو use transaction كذلك جينا هنا القيمة المفتاح هنا وهنا القيمة معناها التي وضعناها هنا نحن أمام خيارين الآن إما أن نعود إلى الوراء أو أن نجعل كل هذه المهام التي قمنا بها في الواقع معناها في الواقع عندما نقول في الواقع أنها تكون في الريجستري. خلينا نجرب المحاولة الأخرى نحطو complete transaction باش نحطو هذه كله معناها نجعل كل الأفعال التي قمنا بها معناها في الواقع complete transaction ثم نشوفو هنا ترى F5 جينا هنا فوق و hello world جينا هنا معناها فوق hello world ترى نعيدو الكرة نحطو start transaction من جديد ثم نعيد الكرة من جديد MD4 use transaction ثم نقوم هكذا الآن نستعمل undo transaction undo transaction عندما نقوم بها تعيدنا إلى الوراء شوفوا هنا لا تنشئ شيء معناها هنا F5 عندما ننشئ F5 لا تنشئ شيء هناك نشوفوا get transaction نشوفوا أنه هنا فما معناها معناها خصائص هنا بروبريتي هذه خاصية مهمة جدا سبسكرايبر
كونت اللي هي صفر، يعني انه هنا ما عندناش ترانزاكشن، هنا ستاتيو يعني رول باك رولد باك، ستاتيو رولد باك يعني هنا ان قمنا اندو، هنا اندو رول باك هنا عملنا معناها رجوع للوراء، وهنا رول باك بريفرنس هذه باش نتعرضوا له فيما بعد. نشوفوا هنا سبسكرايبر كونت، راح نضعوا الان ونشوف تراه ستارت ترانزاكشن، ثم نحطوا جيت ترانزاكشن، جينا هنا واحد راح نفتحوا ستارت ترانزاكشن اخرى جيت ترانزاكشن، جينا اثنين وشيء اخر هنا كذلك، عندنا هنا رول باك وهنا عندنا اكتيف، يعني هنا عندنا ترانزاكشن هي ترانزاكشن واحده فقط، ترانزاكشن واحدة فقط. كي نحطو ستارت ترانزاكشن مرتين أو ثلاثة أو حتى خمسة ستة مرات أو معناها العدد الذي نريد نحن، تكون هي ترانزاكشن واحدة فقط. ولكن السبسكريبشن هنا أو الاشتراك يكون بعدد الترانزاكشن التي قمنا بها، هنا كما نشوفو عنا زوز ترانزاكشن، وهنا أكتيف، الأكتيف الترانزاكشن الأكتيف هي الترانزاكشن الأخيرة التي قمنا بها، يعني هذه ستارت ترانزاكشن. نحط هنا undo transaction للوراء get transaction، هنا رجعنا صفر. نحط الان start transaction by default، by default start transaction عندما يعترضنا اي خطأ، اي خطأ يعني عند استعمالنا الكوماندلات نتاع transaction، عندما يعترضنا اي خطا هنا اوتوماتيكيا يرجعنا للوراء، هذه علاش رول باك بريفيرونس ايرو. هنا كي نحطوا مثلا ستارت ترانزاكشن هكذا، ثم مثلا نحطوا جيت ايتم، نشوفوا ترى جيت ترانزاكشن من جديد، نلقاو هنا واحد. نحطوا الان جيت ايتم ونعطي مسار ليس موجود، مثلا 8 8 هكذا، يوز ترانزاكشن لابد نحط يوز ترانزاكشن باش تكون معناها الامر هذا داخل الترانزاكشن، داخل السكوب نتاع الترانزاكشن. اذا لم نضع يوز ترانزاكشن بارامتر يوز ترانزاكشن يكون السكوب نتاعه وليس في السكوب نتاع الترانزاكشن، يعني النطاق لا يكون في الترانزاكشن هنا، ولذلك نحط يوز ترانزاكشن. جينا هنا رساله خطا، الان كي نحط جيت ترانزاكشن جينا صفر، يعني اننا عدنا الى الوراء، يعني كل إذا قمنا مثلا هنا ستارت ترانزاكشن ثم قمنا بعدة مهام ثم جانا خطأ هنا، يعني معناها كل المهام التي قمنا بها تذهب معناها أدراجها وتعود إلى الوراء كما نشوف هنا، لا يحفظ شيء. نشوف هنا ترى عندنا نحط ستارت ترانزاكشن أخرى، ستارت ترانزاكشن نحطه هنا، هنا رول باك بريفيرنس عنا ايرور، هنا نجم نحطو ايرور، نجم نحطو كذلك نيفر، هنا نحطو نيفر يعني انه نحطو الان جيت ترانزاكشن واحد ثم نعيد نفس الخطا ثم جيت ترانزاكشن من جديد تبقى واحد، يعني ان هنا اي خطا ينجم يحث لنا ترانزاكشن لا تبالي به ولكن تكمل حتى لين نحن الذين نحدد هل ترانزاكشن ناجحه او لا. نحط مثلا undo transaction، حتى انا undo transaction يعني نحن حددنا معناها يدويا، معناها نحن معناها الذي حددنا انه ان الترانزاكشن غير ناجحه هي تعود الى الوراء هكذا. طبعا هنا فما حلو start transaction كذلك، عندنا كذلك time out طبعا هنا نحط هنا بالدقيقه، نجم واحد اثنين معناها ثلاث دقائق هكذا او خمس دقائق او ثمان دقائق، باي ديفولت هي دون احتساب الوقت، هي دائما معناها دائما ما تصيرش فيها اكسبايرد. معناتها ماذا تعني التايم اوت؟ التايم اوت يعني كي نحطو ستارت ترانزاكشن هكذا مثلا وننتظر او نكتب اوامر كما نريد نحن، الترانزاكشن دائما تكون معناها موجوده. ولكن هنا كنحطو مثلا ترانزاكشن هكذا، كنحطو ستارت ترانزاكشن نحط تايم اوت دقيقة واحدة، ترانزاكشن بعد الدقيقة تنتهي، نحطو هكذا ستارت ترانزاكشن
طيب ممكن نحطه مثلا هنا نختبروا بعض، مثلا نحطه مثلا md4 use transaction، نحطه get transaction هنا هنا واحد، هنا نشوفه اكتيف ترانزاكشن واحدة اكتيف و رول باك بريفرنس ايرور هنا كما شفنا، بعد دقيقة ليس تصبح صفر، هنا رول باك نشوفه الآن، شوفوا get transaction مازال دقيقة لم تنتهي لم تنقضي بعد، انتظروا دقيقة، هذا نعملوا هكذا مثلا ننشئوا مثلا مفتاح آخر مثلا نسموه فو اثنان use transaction، نجمو كذلك ننشئوا مفتاح نغير استعمال use transaction، هنا المفتاح F5 مثلا ND F5 هنا يأخذ هنا ينفذ مباشرة في الريجستري هكا F5 هنا تنحطو هنا get transaction، شوفوا هكا جاتنا هنا صفر صفر بعد دقيقة رولد باك هنا كما شفنا تعطيك السبب هنا رولد باك، هذا معناها ترانزاكشن هنا في الريجستري، فما شيء آخر كذلك نحطو ستارت ترانزاكشن مثلا هكذا ستارت ترانزاكشن، ثم مثلا نحطو هكذا ستارت ترانزاكشن، ثم نحطو md مثلا تيست يوز ترانزاكشن، هنا ننشئو مفتاح في الريجستري، ثم مثلا ستارت ترانزاكشن أخرى نحطو قبل ساعة get transaction get transaction هكذا جينا واحد هنا يعني transaction واحدة، نحطو start transaction أخرى، ننشئو مثلا ننشئو مفتاح آخر نسموه مثلا test 2 test 2 use transaction، الآن عندما نحطو undo transaction شوفوا اللحظة هو معنى هذا مهم جدا، نحطو undo transaction نضغطوا منتري ونشوفوا get transaction، شوفوا هنا أنه صفر، أنه معنى جاتنا صفر، يعني أنه عندما نستعمل undo transaction هكذا كل transaction معناها تذهب أدراجها. هنا ش عملنا بالضبط؟ عملنا قمنا بإنشاء transaction جديدة، هذه transaction الأولى، ثم transaction الثانية عملت اشتراك في transaction الأولى وأصبحت هي active باي ديفولت، دائما الترانزاكشن الأخيرة هي الأكتيف باي ديفولت، هذا شيء عندما نفعل اندو ترانزاكشن هنا كل الترانزاكشن تعود أدراجها، كل الترانزاكشن معناها اللي قمنا بها تعود معناها تذهب معناها لا تنفذ، هذا شيء معين، ولكن نحطه الآن نحطه جيت ترانزاكشن هكذا ساعة نحطه ستارت ترانزاكشن ستارت ترانزاكشن هكذا نحط الآن md مثلا test واحد use transaction نحط واحدة أخرى start transaction أخرى مثلا نحط مثلا e مثلا use transaction، ثم هنا الآن نحط start transaction نحط قبل start transaction نحط get transaction ترى نشوفوا النتيجة خاطر هذه مهم جدا get transaction نقاوه هنا عنا زوز عنا اشتراكات في ترانزاكشن ترانزاكشن واحدة ولكن زوز اشتراكات، ديما هنا الاكتيف تكون واحدة فقط، هذا مهم جدا الاكتيف يعني ترانزاكشن الاخير، هنا كي قمنا بالشيء هذا عملنا زوز ترانزاكشن باش نحط كي نكتبوا كومبليت ترانزاكشن هنا هذا مهم جدا كذلك كومبليت ترانزاكشن ترى نشوفوا هنا في الريجستري ماذا سيحدث؟ complete transaction حطوا F5 هنا لم ينفذ شيء، لماذا لم ينفذ شيء هنا؟ خطر هنا أو لماذا؟ لأن نحطوا get transaction الآن جينا هنا واحد، يعني أنا لابد أن ننفذ complete نكتبوا complete transaction بعدد الاشتراكات هنا، نحطوا الآن complete transaction هنا مرتين نشوفوا الآن ريجستري F5 جينا هنا تيست 1 تيست 1 و E كما شفنا هنا معناها هذا أمر مهم يعني بعدد الاشتراكات في الترانزاكشن الواحدة بعدد الكومبليت ترانزاكشن،
فما شيء اخر يعني ترى نحطوا جيت ترانزاكشن جديد صفر ننشئ ترانزاكشن اخرى ستارت ترانزاكشن هكذا نحطوا ننشئ مثلا واحد يوز ترانزاكشن انا انشانا مجلد معناها في الذاكره معناها في ترانزاكشن نفتح ستارت ترانزاكشن اخرى عندي اثنين مثلا يوز ترانزاكشن طبعا هنا انا زوز اشتراكات في الترانزاكشن انا زوز اشتراكات في كل ترانزاكشن قام بانشاء مفتاح معين الان عندما نحط اندو ترانزاكشن نحط انتري ونحط جيت ترانزاكشن نجد ان ترانزاكشن اصبحت صفر لان اندو ترانزاكشن كما قلنا هنا كل معناها كل ترانزاكشن التي قمنا بها تذهب ادراجها يعني معناها لا تصبح لا كل ترانزاكشن كل اشتراكات اعني بها اعني بذلك تذهب لا تبقى اما هنا فما شيء اخر نحط ستار ترانزاكشن الان هنا ننتبه قليلا لان هذا امر مهم ستار ترانزاكشن نحط نفس الاوامر مثلا هكذا عندي نحط ستار ترانزاكشن اخرى حطوا مثلا ادو مثلا اثنين نحطوا ام دي مسج ام دي اثنين مثلا يوز ترانزاكشن جيت ترانزاكشن ان عندنا زوج اشتراكات نحطوا الان ستارت ترانزاكشن ثالثه ولكن هنا نستعملوا اندبندنت هكذا اندبندنت نشوفوا الان النتيجه حطوا مثلا ام دي ثلاثة يوز ترانزاكشن نحطوا جيت ترانزاكشن ان شوفوا النتيجه اصبحت واحد ماذا يعني هذا يعني اننا عندما نستعمل بارامتر اندبندنت هنا شو يصير بالضبط يصير انه تصير معناها ترانزاكشن جديده تاتي فوق ترانزاكشن الاولى هذه وتأخذ هي تصبح أكتيف كما نشوف هنا هي ترانزاكشن واحدة الآن عندما نعمل اندو ترانزاكشن ونحطو جيت ترانزاكشن من جديد نقاو رجعنا إلى ترانزاكشن الأولى متاعنا اللي فيها اشتراكات معناها حذفت هذه الترانزاكشن الأخيرة اللي فيها معناها اندبندنت هذه حذفت هذه الترانزاكشن وبقيت الترانزاكشن التي قبلها نعمل اندو ترانزاكشن من جديد حتى نحذف كل الترانزاكشن هذا كذلك امر كذلك مهم جدا هذا معناه بصفه عامه هنا تحدثنا بصفه عامه حول الترانزاكشن في الريجستري ثم اشياء اخرى كذلك ولكن هذه بصفه عامه باش تحط عليها الان ننتقل الى ترانزاكشن خارج الريجستري يعني الكائنات دوت نت خاصه معناه أقسام كلاس دوت نت التي تكون فيها ترانزاكشن مفعلة نشوفوا كيف نستعملها نحطوا ننشئ مثلا نخدم على ننشئ مثلا هنا هذه كل طبعا السنتاكس هذه كلها التي سنكتبها الآن سنتحدث عنها في الحلقات القادمة هنا لا ننظر إلى السنتاكس ولكن ننظر إلى ترانزاكشن هنا نحط مثلا هنا مايكروسوفت هنا باور شيل نحط الان مايكروسوفت باور شيل كوماند مانجمنت هذا هي ترانزاكتد سترينج هي معناها كائن فيه معناها ترانزاكشن مفعله نحط مثلا تيست هذا معناها متغير تنمر عليه نكتب مثلا هيلو وهيلو هكذا نحط الان تيست جينا هنا طول التيست طول معناها هذه السلسله الحرفيه الخاصه نحط الان تو سترينج لنظهر على محتوى هذه السلسله الحرفيه نلقاها معناها تكتب لنا هيلو الان عندما نحط ستارت ترانزاكشن هكذا طبعا نستعمل يوز ترانزاكشن نحط ترانزاكتد سكريبت ثم نحط التست نتاعنا هنا و append هذه هي معناها ميثود او داله
من الكائن تيست، حطوا هنا يوز ترانزاكشن، ثم نضيف هنا مثلا هلو بورت، حطوا هكذا. الان نحط التيست، ثم نحط تيست فقط تيست، ثم تو سترينج مثلا خارج ترانزاكشن، نشوفوا اللي هي هيلو. ولكن الان عندما نحط نفس التيست داخل الترانزاكشن نجدها انها، شوفوا هنا هيلو وورد. نجم كذلك مثلا عوضا نحطوا append، نحطوا مثلا ريموف، نحطوا هنا ريموف مثلا، نحطوا مثلا 0 3 مثل هكذا، ثم هنا نحطوا use transaction. شوف جينا هنا بالضبط هكذا جينا. الآن إذا عملنا complete transaction هنا يصبح معنا هذه هذا الكائن تيست، أنا دولار تيست هنا، يصبح ترانزاكشن تنتقل إلى معناها تفعل خارج معناها الذي قمنا به الآن داخل ترانزاكشن، يخرج معناها خارج ترانزاكشن، يخرج خارج سكوب نتاع ترانزاكشن. نشوفوا كومبليت ترانزاكشن هكذا، نحطوا تو تيست خارج ترانزاكشن هنا، شوفوا اللي هو 9 حروف، حطوا تو سترينج. جينا كما نشوفوا هذه معناها الحروف. هذا هو يظل لي الآن أكملنا معنا هذه معنا الحلقة البسيطة حول الترانزاكشن. نلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.